مقالي ومقاله عندما يهنئ الملكي الملك. النادي الأهلي مكانته، سمعته، انتصاراته، احتفالاته، احتفاءاته، فرحة جماهيره عبر للحدود الحقيقة. ملك البطولات الذي لا يشبع. أعتقد هناك أصداء عالمية كبيرة لتتويجات الأهلي يا باشمهندس. هو السنة دي بالثلاثية يعتبر موسم ذهبي للنادي الأهلي، ويبقى اثنين سوبر، واحد محلي واحد إفريقي. لو خد الأولانية اللي هو الإفريقي هيبقى بلاتيني، إذا استكملها هيبقى الماسي. هيبقى موسم يصعب تكراره على مستوى العالم، إن الأهلي كل البطولات اللي دخلها ويوفق فيها بإذن الله، وهو طموح مشروع. ده طموح مشروع، لكن القيمة الحقيقية الحقيقة والتقدير لما تشوف الأندية العالمية، تشوف الفيفا وهو بيشيد بالنادي الأهلي، تشوف الصحف العالمية وكبريات المواقع العالمية بتشيد بالأهلي وبإنجازه، وتلاقي ريال مدريد الجالس على أكثر أندية العالم تتويجا بالبطولات القارية. ريال مدريد النادي الملكي العالمي الكبير يهتم بتتويج الأهلي الأفريقي وحصول الأهلي على اللقب التاسع في أفريقيا، فيرسل ريال مدريد برقية تهنئة إلى النادي الأهلي، أرسلها إلى الصديق العزيز محمد سرحان عضو النادي الأهلي لينقلها إلى إدارة النادي الأهلي. هقول لكم ليه سرحان، لكن خليني الأول أقول لك، أنتوا هتشوفوا نص البرقية بالإنجليزي دلوقتي على الشاشة، ده النص اللي أرسل. وعزيزي محمد، أتمنى أن تكون أنت وعائلتك بصحة جيدة وفي هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها، بالنيابة عن رئيسنا فلورنتينو بيريز وكلنا في ريال مدريد، نود أن نهنئكم على لقب أفريقيا التاسع لدوري الأبطال. بهذا الانتصار العظيم أصبح الأهلي الأكثر نجاحا في تاريخ هذه المسابقة المرموقة، وهو إنجاز مذهل يجب أن تفتخروا به. وبيقول إيميليو بوتراجينيو مدير ريال مدريد: يرجى تقديم تهانينا للرئيس ومجلس الإدارة والمدرب الرئيسي وطاقمه واللاعبين وجميع الأشخاص الذين هم جزء من مؤسستكم، وقبل كل شيء لجمهوركم، لأننا نعلم جميعا مدى أهمية دعمهم وولائهم لكم. نود أن نتمنى لكم حظا سعيدا في المستقبل. تحياتي إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية بريال مدريد. بص يا سيدي، لماذا سرحان؟ احنا لما جبنا نادي ريال مدريد يعني خدنا طيارة خاصة ورجعت، وكان عليها استاذ خالد مرتجي وانا كنت معاه، لكن كان في استقبالنا استاذ محمد سرحان، لان كان في اثنين مرافقين للوفد. انا كنت مرافق شخصي لالفريدو دي ستيفانو رئيس البعثة، اللاعب الفاز العظيم، والاستاذ خالد مرتجي والاستاذ محمد سرحان كانوا مرافقين للفريق. الوقت ده كان إيميليو بوتروجينيو اللاعب الفذ السابق في ريال مدريد كان المدير التنفيذي للنادي وما زال اعتقد انه مسؤول جوه النادي، وهو من اقدم الاعضاء، ونشأت علاقه بينه وبين الاستاذ خالد مرتجي والاستاذ محمد سرحان. فهو يعني من خلال هذا التواصل لسبب او اخر، ما عرفش يبعت الرساله مباشره، لكن كويس حسنا فعل انه بعتها الاستاذ محمد سرحان عضو النادي اللي هو المتحمس اللي بيحب النادي الاهلي.